إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة. فهذه واحد الشاب يعني اللي صفاتها لواحد السيدة يمكن واش الصديقة ديالو. فكما كتشاهدوا المتابعين الكرام، حنا من مدينة الصخيرات تعزينا الحارة للعائلة ديالو. فهذا أحد الشباب يعني اللي صفاتها له صديقة ديالو، ربما على حسب يعني على حسب التصريحات ديال الجموعة الساكنة. فكما كتشاهدوا تحية لرجال الدرك الملكي، فدعوتكم بالرحمة والمغفرة لهذا الشاب هذا. يعني في هذه اللحظات يعني كما كنشوفوا جنازة ديال هذا الجريمة قتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.